السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي هريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم. عندنا تسريبات صوتية بغيتكم تصنتوا لهم وتصنتوا لهم بتأمل وتعرفوا الناس اش كيقولوا بالضبط. هادو أشخاص يدعون على أنهم موريتانيين من داخل موريتانيا أو لا من خارج موريتانيا، كيقول واحد الكلام على المغرب وبغيتكم تصنتوا لي. قبل هذا بغيت نحطكم في صلب الموضوع باش تفهموا شنو كاين وشنو واقع وشنو انا بغيت نوصل لكم وشنو كتخطط الجزائر والبوليزارو هاد الايام بالضبط. هاد الايام وعلاش بالضبط هاد الايام؟ كتعرفوا قبل يومين او ثلاث ايام تم الاعلان من طرف البوليزاريو ابواقهم وبعض الموريتانيين على انه الدرون المغربية قصفت اربع سيارات مدنية موريتانية دخلوا المناطق العازلة وبالتالي مقتل عدد من الموريتانيين اللي قالوهم على أنه كيشتغلوا في التنقيب عن الذهب سواء داخل موريتانيا أو سابقا داخل المناطق العازلة. هذا الحدث روجوا على نطاق واسع عناصر البوليزارو، بل أكثر من هذا كانوا هما الأولين البادين على أنهم خبروا هذا الخبر وقالوا على انه الدرون المغربيه او المغرب قتل موريتانيين عبر استهداف اربع سيارات مدنيه. لعلمكم الاخوان، لعلمكم انه الموريتانيين قبل تقريبا اسبوع من الان تم قتل ست موريتانيين على الحدود مع مالي، تقتلوا. هذا الحدث ما كيتكلم عليه حتى حد بالمره، لا الموريتانيين لا البوليزاريو. والعام الماضي، العام الماضي 30 موريتاني وما أدراك ما 30 تم ذبحهم من طرف الفاغنر والجيش المالي وما تكلموش، فقط قلة قليلة اللي كتعد على رؤوس الأصابع اللي تكلموا عن الحادث، وما كاينش هاد الزوبخة وهذا الضغط الإعلامي وما إلى غير ذلك مقارنة مع هذا الحدث اللي تم إعلانه قبل يومين، هلاك أربع موريتانيين أو أكثر جراء قصف قالوا هما ديال الدرون المغربية. وحالنا الإخوان ومنذ إعلان على الحدث تحركوا عدد كبير من الأشخاص داخل موريتانيا كيتكلموا بصفتهم موريتانية، كيتهجموا على المغرب، كيتهجموا تيقولوا علاش المغرب ولا الدرون المغربية ولا الجيش المغربي يقتل أبنائنا الموريتانيين لأي أسباب؟ علاش حاملين علينا هذا الحق؟ علاش المغرب يقتل هاد الموريتانيين وما معدلين شيء، ما فعلوا حتى حاجة نهائيا، قاتلينهم فقط لأسباب حقدية وكارهيننا احنا الموريتانيين. المغرب هدفه هو احتلال موريتانيا. تنقول لكم كنحطكم وهادشي غنسمعوه، كنحطكم شنو كيقولوا هاد الأشخاص اللي من داخل موريتانيا. تيقولوا كذلك احنا المغرب ما معنا به أي حدود، هذه المناطق اللي تقتلوا فيها الموريتانيين وقتلهم الجيش المغربي هي أراضي صحراوية الجمهورية الشعبية الصحراوية، علاش يقتلهم المغرب؟ علاش المغرب يقتل موريتانيين وهما دخلوا اراضي صحراويه ما مشاوش اراضي مغربيه؟ هذا واحد من التعليقات ولا الكلام اللي غنسمعوه. تيقولوا كذلك لازمنا حنا الموريتانيين نتجمعوا ونتحدوا ضد هاد المغاربه، هاد الصهاينه المغاربه، ونتوجهوا للاحتجاجات والمظاهرات القنصليات والسفارات المغربيه متواجده في موريتانيا. هذا كذلك واحد. كاين خطاب اخر كيوجهه ولد الغزواني والحكومه الموريتانيه، تيقولوا له هاد العناصر ان الحكومه الموريتانيه ولا حتى الرئيس مخترقين من المخابرات المغربيه، وان المخابرات المغربيه هي اللي تحرك وتامر الدوله الموريتانيه بوزرائها البرلمانيه وبحتى رئيسها. تيقولوا كذلك ان الرئيس السابق عبد العزيز ما كانش يخاف من المغرب وكان المغرب كيخاف منه. هذا الرئيس الحالي كيخاف من المغرب ويتحكم فيه المغرب، وداخل موريتانيا كاين لوبي مغربي كيتحكم في الدوله وكيخلصهم المغرب. هذا هو الخطاب، وهذا النوع من الخطاب راه تم ترويجه بكثره. انا بغيتكم تصنتوا ليه، انا عندي تسريبات صوتيه بغيتكم تصنتوا. راه الاف الاوديوهات والاف التسريبات اللي سمعت نفس الخطاب تقريبا. لا الخوت، نعطيكم الهدف. هادو عناصر كاملين اللي تكلموا بصفتهم موريتانيين، هادو اما موريتانيين واكيد موريتانيين منهم تالبين البوليزاريو، وحدين عملاء تالبين الجزائر والبوليزاريو كينفذوا الاجندات البوليزاريو والجزائر داخل موريتانيا. وكاين اشخاص اخرين بوليزاريو
انطلقوا من مخيمات تندوف وجاو لموريتانيا وتحصلوا على الجنسيه الموريتانيه وعادوا يتكلموا بصفتهم موريتانيين، وكلامهم كيخدم الجزائر وبوليزاريو. الاسباب علاش بالضبط هذا الوقت، علاش بالضبط هذه الايام هذا الخطاب؟ المغرب الملك محمد السادس نصره الله اعطى مبادره لدول الساحل. هذا المبادره هذه دول الساحل النيجر تشاد بوركينا فاسو مالي، اعطى او اطلق الملك محمد السادس مبادره لهم لانهم يستغلوا المحيط تعاون مغربي مع دول الساحل، بمعنى يستغلوا المحيط انه يجيبوا الصادرات تاعهم وتمر في اتجاه ميناءات الصحراء المغربيه على سبيل المثال ميناء الداخله. حد منكم فكر في هذا المشروع غيطرح سؤال، هذا المشروع اللي طلق صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله لدول الساحل اكيد ومؤكد لن يتحقق الا بوجود موريتانيا. موريتانيا هي كذلك علنت على انها انضمت هذا المشروع، وبالتالي هذه دول الساحل بمن فيها مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو صادراتهم غتمر على الاراضي الموريتانيه وتدخل الصحراء المغربيه، وبالتالي توجه الى ميناءات المغرب مثل ميناء الداخله وتصدير عبر المحيط يكون سهوله ويتحقق لهم ازدهار اقتصادي في منفعه المغرب وفي منفعه لموريتانيا ومنفعه دول الساحل. هذا 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 المشروع كي قلنا لكم ما يتحققش بدون موريتانيا، ما يتحققش نهائيا، ملغي نهائيا، لانه احنا المغرب ما عندناش حدود مشتركه مباشره مع دول الساحل اللي هي مالي تشاد نيجر بوركينا فاسو، عندنا حدود مع موريتانيا عبر الصحراء المغربيه. الى الجزائر نجحت باقصاء الحلقه الوصل بين المغرب ودول الساحل اللي هي موريتانيا، الغائها من طرف الجزائر لن يتحقق هذا المشروع، لان هذا المشروع يضيق على الجزائر، هذا المشروع يستهدف حتى هي الجزائر وليه منفعه لدول الساحل والمغرب، هذا المشروع ينافس الجزائر لأن الجزائر لطالما رفضت ومنعت الصادرات هذه الدول على انها تمرر اراضيها الى البحر الابيض المتوسط. اليوم المغرب سهل الماموريه لانه هذه الدول تمر صادراتهم عبر الصحراء المغربيه وعبر موريتانيا كذلك في اتجاه ميناء الداخل اللي يعتبر حالا اكبر ميناء تقريبا في افريقيا، واحد من اكبر الميناءات، وبالتالي غيسهل عليهم الماموريه وغيتظاهروا يتظاهروا عفوا ونظاهروا حتى احنا اقتصاديا وعليه منفعه كبيره. الجزائر ما بغاتش نهائيا على انه هذه الدول تعترف بمغربية الصحراء، لانه هذه الدول الساحل الى استغلوا هذه المبادره اللي طلق صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وبالتالي تصدير صادراتهم عبر موريتانيا ثم الصحراء المغربيه فهو ضمنيا اعتراف من هذه الدول بمغربية الصحراء، وبالتالي غتكون الجزائر محاطة بدول الساحل والمغرب من دول تعترف بمغربية الصحراء. زيادة على هذا، هذه الدول أكيد ومؤكد أنها في حال تم صدرت منتوجاتها وصادراتها عبر الصحراء المغربية ثم ميناء الداخلة أكيد ومؤكد غيفتتحوا كاملين قنصليات في الداخلة. هذا الشيء كتسارع الجزائر ومخابرات على أنه يوقفوه، باش يوقفوه اقصاء موريتانيا من المشروع، المشروع المبادره اللي طلق صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله، ولو تم اقصاء موريتانيا اكيد ومؤكد المشروع فشل، يعني ما يمكنش يتم المشروع الا بوجود موريتانيا. فهذا الجزائر والبوليزارو كيجيشوا موريتانيين وعناصر بوليزارو حامل الجنسيه الموريتانيه من داخل موريتانيا كيروجوا خطابات ضد المغرب، كيحشدوا ويجيشوا الموريتانيين على انهم يتوجهوا امام القنصليات وسفاره المغرب من اجل الاحتجاج، كيجيشوا وكيحشدوا الموريتانيين ضد ولد الغزواني من اجل الاقصاء او الاطاحه بولد الغزواني، وهذا كذلك مشروع فشل الجزائر قبل ايام لانه تكلموا وحدين موريتانيين من لاس بالماس قالوا على انهم اسوا حركين قال لا حركه التغيير ضد الغزواني، لانه ولد الغزواني خاصكم تعرفوا لا يخدم الجزائر، الغزواني لا يخدم الجزائر لا يخدم البوليزارو، شخص كيخدم شعبه ودولته مصالح دولته وشعبه، عكس الرئيس السابق اللي في السجن وبالمناسبه دخلوا ولد الغزواني الحبس واتهموا على انه سرق ونهب ثروه الشعب الموريتاني وحكموا عليه 5 عمان وسحبوا له ممتلكاته اللي قابض عن طريق السرقه. وهذا الرئيس السابق ولد عبد العزيز كان يخدم الدوله الجزائريه وكان يخدم البوليزار ولكن اليوم في الحبس، اذا هذه الجزائر بغات تقصي ولد الغزواني كذلك،
وإعادة رئيس آخر في موريتانيا يخدم الجزائر ويخدم البوليزاريو. وهذا هو اللي اليوم بغيت المغاربة يحتاطوا منه، ما تهجموش على الإخوة الموريتانيين حتى وإن صدر منهم شيء من 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 السب والشتم اتجاه المغرب، ما توجهوش السب والشتم لموريتانيا، وجهوه للشخص. هذاك الشخص أكيد ومؤكد بوليزاريو أو عميل أو عضو مخابرات الجزائرية يخدم الجزائر والبوليزاريو من داخل موريتانيا وباسم موريتانيا. سمعوا بعض التسريبات، حياكم الله ويحيى الشعب المغربي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجموعة تبدأ ثم شحارك من أكدباس أكدباس تقولوا هذا ظهر لي مولانا على أنه لا انتقام من 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 تاريخ والعبد العزيز ذاك من المحقرانية العدل لهم العبد العزيز الساعة اللي ما مثلا على أنهم احترموا موريتان فيه وشعاد الدولة ذات سيادة وأعطاه العافية رؤوسهم. ظهر لي مولانا على أنهم عاد مهامهم يلتقون ذاك التاريخ بريك منين عاد قدامهم لا استيبوا لا مصنع مثلا ما قادر قدامهم شعيب فارقين به العدم وكل جهة هم ممتل ومالي من قبله والخلطة الثانية من قبل الشرق والمجاعة المقاربة يقتلوا وتوه ولا الله يحفظ الله يحفظ وشعيب الآن إن شاء الله إن شاء الله هذا يخلفوا له مولانا برحمة الله وبعد الدنيا تعذب فيها قطعا تعذب فيها. صوت الشعب .com مرحبا بكم وسهلا واخيرا محمد امين بارك الله فينا فيك. هذا القول صحيح تماما، صحيح تماما اخي الغالي، ولكن الطابور الخامس اللي على كل حال تندفع له الرواتب اخي الكريم داخل البلد وخارجه لا بد له من تميع الامور ولا بد من سلط الضوء دائما على ان اللي يتحمل مسؤوليه هذا القتل هو المواطن البسيط، وعلى ان المغرب على كل حال يدافع عن حوزه الترابيه وكان هذه الارض اللي على كل حال اللي في الجمهورية العربية الصحراوية بيننا احنا وهي كأنها أرضها هي وتدافع عنها واللي تستهدف فيها لأبناء الشعب الموريتاني. والمغرب معروف على أن الشعب الموريتاني ما بخلها شيء، ضايقنا مع أخوتنا من أجلها وطيحنا الأرض من أخوتنا وسلمنا هذا على طبق من ذهب وعطيناها أرضنا تعدل فيها اجتهادها وعطيناها القيمة والمعنى وهي دائما تتنكر لنا ودائما تخوننا ودائما على كل حال تسعى لاف ذاك اللي ضد مصلحة الشعب الموريتاني وإهانته في المحافل الدولية وتقزيمه وتشويه تاريخه ذاك العدل من الأمجاد ومن الأمور كاملة بتاريخنا وتاريخ أبائنا يحتالوا عليها ويقولوا لأن هذا لا 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 لا, 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 لا تاريخهم هما ونظالم هما وعلى موريتانيا قاع ما كانت خالقة وكانت لا جزء من بلدهم. معناه أن هذا البلد اللي هو اللي قالوا المغرب يجب على أن الشعب الموريتاني يفهم على أن ما بخلناش ولا يبقى الشيء قد يصح من الشيء متعدل ما عدلنا له. ويا الله الطابور الخامس يدخل بجحور يعرف عنه معروف على ان هذا قتل ابنائنا الاخير اللي سابقينه الكثير من الهجوم على ابنائنا على انه كشف وجوه المنافقين والمخربين والخونة اللي على كل حال مندسين في وطننا اكثر ولاهم للمغرب من ولاهم للشعب الموريتاني وهذا شيء معروف ما يختلف عليه اثنين. السلام عليكم ورحمة الله. صوت الشعب .com حياكم الله. شوفوا الاخوة صمت ولا لا نقولكم كفانا تملقا ونفاقا وكفانا أيضا مبررات عن المغرب وعن المملكة المغربية. المملكة احنا ما قط بدا عاد تفزرنا ولا قط عاد معانا، احنا هما الأخوت لها واحنا هما الصديق لها واحنا هما ما قط عدنا لها شي خاسر، ذا غير هي تدفن فينا لا الخاسر، وهذا عليه شواهد التاريخ كاملة. أحسبه من موقف موريتان من موقف المغرب في قضية سينيغال اللي عاد تشبه منهم أخوتنا الصحراويين اللي مشى رسالة محمد عبد العزيز الرئيس السابق الصحراوي أنه عنده 15,000 جندي جاهزة تمام الجاهزية في خدمة الشعب الموريتاني في الدفاع عنه، وراكم تعرفوا موقفها معه هو اسمه. التالية من التاليات سكتنا عن الاستهداف المعدل للشعب الصحراوي والانتهاك لحقوق الإنسان وقتل الأبرياء، وقلنا أنه نزاع عليها وتملقتوا وعدتوا تملسوا قدام المغرب
وكبرتوه عن قدو درتوه فوق روسكم. شعد لكم اليوم المغرب حيقاركم واستهدفكم وعادي كتل أولادكم، والآن ما زلتوا تدافعوا عن المغرب. مغرب شنو؟ المغرب شنو؟ إلين ما يعود يحترم موريتان مملكة مملكتاش، مملكة المعدلها نحن المرابطون، نحن أبناء قبائل البيضاء اللي متواجدين حالا مازالوا في جنوب المغرب، جنوب الصحراء. هما المسندين المملكة، هما معدلينها. شلوحة ما يقدوا على المملكة ولا يقدوا على الأسرة المالكة. ذاك يا من عميل هاك، والمغرب ذا المتبسم به شنو؟ ذا كون مشايخنا احنا موريتاني، والقامات العلمية ذا اللي في المغرب ذا ما هو جاي اصلا موريتان. الشيخ ما العينين من منين جاي؟ اذا المغرب لين يعود ما يحترم موريتاني ومستهدفها ويقتل ابنائها على الحدود، اي حد منهم ادخل والله قطع صد يشبر من التراب يخبطه يشويه. مع نفس الوقت المملكة اللي معدلين انتم عنها رواية داعمة إسرائيل، وهي مع إسرائيل، وهي مدعومة من طرف إسرائيل، وهي الأسلحة تخبطكم بها أسلحة إسرائيلية ودرونات متطورة. ذا غير انتم عود فيكم الشجاعة. هذا المغرب معنا متضايقين معاه. ذا غير المغرب اللي نعودوا فينا مدة ذيكية فيها الدم والله الحام، تقيفل بنيك التجاري وتقفل معابر الحدود معاه، وتقفل شويريك موريتال شريكة جوسيس، إلين يحس المغرب عنا احنا ما لنا كسكس اللي طيب وافع. حد ثاني ما هو قايل ذا الكلام اللي قلتانا معناه انه ما هو وطني ولا هو موريتاني، ويدافع عن المغرب وخاين لوطنه. هذا يالتعود مفهوم. لا قد تكلمت نتيجة لبعض الانشقالات، ولين ملي نسمع بعض النقاشات دائما نكتفى بتحليلها الإخوة وتشخيصهم لسوء اللي منها يتعلق بالشأن العام ويسوء اللي يتعلق بمواضيع أخرى. لكن هذا الموضوع بقيت نتكلم فيه اللي هو إطلاق درون، مسيرة درون صواريخ على والله قنابل على مدنيين موريتانيين يناقبوا مسيكينين. قلت الأفاضل هذا الموضوع مقصود وقطعا ما هي أول مرة ولا هي ثاني مرة ولا هي ثالث مرة، والدولة ما قد اتخذت إجراءات يعني لهذه الأمور اللي هي، والمغرب ملي ما قد قدم اعتذار ولا تكلم عليها قاع، والدولة ما طلبتها منه، ونحن مسؤولين ما قد ملي ندوا بهذه القضية اللي هي. أخوتي الأفاضل نختار نتكلم عن عدة أمور ونختار ناس كاملة تعرف. للأسف نحن المغرب تواجدها فينا من الساعة اللي فتحت السفارة المغربية في موريتان خلقت لنا هون طابور خامس، وهذا الطابور تجذر حتى في الحكومة وشكل هو من نفسه دولة عميقة، عاد موجود في جميع رويخة الحكومة، الرئاسة، رئاسة الوزراء، الجيش، الوزارات كاملة، كل شيء موجود فيه هذا الطابور الخامس. وهذه سياسة صهيونية اتبعتها إسرائيل في أمريكا وفي أوروبا، وسيطرت بها على القرار الأوروبي الأمريكي. يعني التركيز على أصحاب القرار ورشوتهم من أجل تمرير أجنداتها بالطريقة اللي هي تعجبها، والله زاد أخذ عليهم نقاط ضعف وتبتزهم وتبتزه بهم، وهذه سياسة إسرائيلية طبعا. إخوتي الأفاضل نحن نعرف أن البلد اللي اعترف باستقلال موريتان الأخير، آخر بلد اعترف باستقلال موريتان هو المغرب، ونعرف عن تاريخنا للأسف أسود مع المغرب، جميع المشاكل اللي قطع عاشت موريتان والأحداث المأساوية اللي قطع عاشت دائما المغرب طرف فيها مباشر ضد موريتان والله غير مباشر، كيف تحدث السنغال، كيف تعدت الأحداث كاملة اللي مرينا بها كانت المغرب طرف فيها. إخوتي الأفاضل نحن نعرف أن علاقاتنا مع المغرب من يوم فتحت السفارة الموريتانية في المغرب والسفارة الموريتانية في السفارة المغربية في موريتان
المغرب ما قد قدمت مساعدة واحدة لدولة موريتانيا، إلا مساعدة واحدة تذكر قدمتها لدولة موريتانيا. بالعكس، المغرب متباركة مع تخسر البلد الموريتاني، تدعم الأشخاص، وهذا النوع ينقال المساس بالسيادة. أنت عندما تجي شخص وتدعمه، كيف تنقول وتدعم ذيك الحركات الصوفية مثلا، المغرب كل الشهر يعدلوا فيها الحركات الصوفية في احتفالات، ويتلقاوا مع الملك ويعطيهم الملك الفضة ويعطيهم، وكذلك الفنانين وكذلك المثقفين والنخبة، وهذا ينقال له تدخل في الشأن الخاص والمساس بسيادة البلد. بالتالي هذا هو اللي تعدى المغرب، ترشي الأشخاص وتكون هي طابور داخلي بياك تم عندها تأثير على القرار السياسي للبلد. وهذا ما هو معدلته إلا في موريتانيا، معدلته في عدة دول إفريقية. هذه الحركات الصوفية تتبناها، وتتبنى بعض من العائلات، وتتبنى بعض من الجرائد الإعلامية الإعلام، وتحاول أنها دائما تكون موجودة في الصورة، وتبنى وتفتح شركات وتعود شركات هي الممولة لهذه الأنشطة التخريبية. وهذا هو سياسة الصهاينة. وللأسف هذا الطابور اللي تكون واللي خلقته وعاد موجود وعاد ملاحظ حتى من طرف أي رجاجي لاحظ من المغرب، عاد منتشرة في موريتانيا. أي حد عنده بساط بصيرة يلاحظها في الضباط وأجنداتها تنتشر يوميا في الضباط، في المثقفين، في المشايخ، في المسؤولين، في الإعلاميين، ده كامل عاد 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 كلها اللي ما عنده دار في المغرب، إما عنده مواصلات مع المغرب. وللأسف إخوتي الأفاضل، نحن فيه رواية يالا نعرفوها، أن نحن بالمغرب ما تربطنا أي حدود، وموريتانيا متخذة من قضية صحراوية موقف الحياد. حق الموريتانيا قد تعود ذاك موقف الحياد خرقته شوي، لأنها فتحت معبر القرقرات، ومعبر القرقرات يرى هو ما عند المغرب به علاقة، هذا أرض صحراوية محتلة. ونحن قبيلين وقفنا موقف الحياد، ما نفتحوا هذا المعبر اللي هو، ولا نفتحوا قاع صفحة مع المغرب السوهية الشنية. بالتالي نحن المغرب ما تربطنا بها أي حدود سوهية الشنية، أي الأراضي ينقال أراضي صحراوية محتلة. وفي العلاقات الدولية خالق شي ينقال له المعاملة بالمثل، مبدأ المعاملة بالمثل. ونحن يالا لا نتخذه مع المغرب، لأن الحقيقة صبرنا ياس من الصبر، على الأقل نحاول طريقة نتخذ سياسة صارمة مع هذه الدولة الجار. والله من يوم تولى محمد الشيخ الغزواني الرئاسة ضايقتنا المغرب ياس من مضايقة، وابتزتنا ياس من الابتزاز، ويعني كتلت منا وكتلت أبنائنا، وقفلت المعبر ملي مرات فترة كورونا، وعلماءها صرحوا تصريحات مهينة جدا، وكذلك رؤساء أحزاب فيها دائما يطلقوا في التصريحات اللي وإعلامها دائما ملي، نشوفوا مقالات كاتبينهم مغاربة في الإعلام المغربي اللي نحن الحقيقة ما تليق بينا. وللأسف هذا يالا لا الدولة تحرك فيه، ويالا لا تحاول طريقة تتخذ سياسة على الأقل، ولو ما هي بعد ضد المغرب، نتخذ سياسة صارمة ضدها، ولا نخلوها تنتشر في هذا الانتشار. بالمقابل نحن المغرب داخل المغرب رانا إعلامها يكتب عنا الكتابات ما هي زينة، وتصريحات اللي تجي من مسؤولينها ومن قادة الرأي فيها ما هي في صالحنا. وأنا بعد هنا تجاه لا نطلب من 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 رئيس الجمهورية ومن الحكومة ومن يعني اللي قد يأثر كامل أن ينقفل معبر القرقرات، ويتم طرد السفير المغربي، ويتم سحب السفير الموريتاني إلى فترة معينة، لنفوتوا نعدلوا جدولة جديدة، ولا نفورماتوا العلاقات المغربية ونبدؤها من جديد، نبدؤها لأسس جديدة، لأن بهذه الطريقة العلاقات المغربية الموريتانية لا يتملى على حسابنا، لا يتملى على حسابنا. الله يحفظكم ويرعاكم. وراني طالب من الكتاب وهؤلاء المتملقين اللي دائما، وهؤلاء الاستعلام اللي دائما يتحراوا السفارة المغربية تمشي لهم بنكيري، انهم بلدهم هو الاول عن بنكيري. هذه الناس اللي دائما
ترشيها المغرب. بلدكم هو الأول، خلوا عنكم هذا من التملق. الله يحفظكم ويرعاكم.